سلام خالتي، مرحبا بكم مع سوما سيغ ماشان. اليوم ان شاء الله راح نوري لكم كيفاش نتحصلوا على سيروم. اولا راح نقوم عمليه سحب الدم للمريض ومباشره الدم تاعو راح نوضعوه في تيوب ساك هذا، يعني في انبوب ما يحتويش على اي مضاد للتخثر. نوضعوه مباشره، يعني اما راح نخلوه مده زمنيه شويه تكون يعني 20 دقيقة نص ساعة حتى التوب تاعنا يتسيبارا ونتحصلوا على السيروم هذاك اللي يجي من الأعلى والتحت اللي هو الكلو غلوبولار. أما إذا كنا باغ إكزومبل نخدمو في ليزيرجونس وما عندناش الوقت باش ننتظروه، يعني راح نديروه في جهاز سونتريفيجوز بهذا الشكل، راح يكون إيكيليبغي باسكو هنايا هنا حاطين تيوب وهذا انفاصليه ونخليه يدور مدة زمنية محددة. وبعد انتهاء المدة الزمنية راح نتحصلوا على هذا النتيجة اللي هي السيروم يكون من الأعلى امسي باري، وهذاك السيروم هو اللي نقدروا نخدمو به بار اكزومبل في لاسيرولوجي، نخدمو به كلكو بارامتر في لابيوشيمي. وهذه هي الطريقه اللي نتحصلوا بها على السيروم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا والى الملتقى ان شاء الله.